علشان تتابع الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس. توعية تقدم: صحتين ونص. مش هنعيش غير مرة أحلى، يلا نعيشها بضحكة رايقة، شوف الدنيا بشكل جديد، اوعى تقول لحال الدنيا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في آخر حلقة من صحتين ونص. عيد سعيد علينا كلنا جميعا يا رب. أتمنى يكون البرنامج عجبكم ونكون فعلا قدرنا نقدم معلومات مفيدة في إطار بسيط وخفيف. سعدت جدا بالحلقات وكنت مبسوط إن أنا معاكم كل يوم في رمضان. وفي الحقيقة قبل ما نعمل البرنامج ده كنت فكرت إن أقدم معلومة سريعة وبسيطة ووصلها لكم بالشكل اللي تعودنا عليه في توعية. وبعدين جات لي فكرة، طب ليه ما نقدمش المعلومة بشكل كوميدي يكون مسلي ومفيد في نفس الوقت؟ ولما جات لي فكرة اننا ممكن نخلي المعدة تتكلم كنت محتار، هل فعلا ده شيء ممكن تحقيقه ولا لا؟ وبالفعل عرضت الفكرة على فريق عمل توعية وعجبتهم الفكرة جدا ودرسنا الموضوع، وكانت وظيفتي الأساسية اني احضر المعلومات العلمية والطبية، لكن اللي كان شغلنا كيفية صياغة المواضيع اللي اتكلمنا فيها كلها بتأليف قصة وسيناريو وحوار، حتى الإفيهات اللي اتقالت في كل الحلقات علشان يخرج العمل بشكل ممتع وشيق فعلا. وده بالفعل اللي فاجأتنا بيه المهندسة ريهام سليمان اللي قامت بكتابة وتأليف شهر كامل من الحلقات وأشرفت بنفسها على إخراجه علشان يخرج لكم بالشكل الجميل اللي شفتوه ده. وطبعا ما أقدرش أنسى مجهود شركة MK ميديا، بشكرها على مجهودها اللي قامت بيه من مونتاج وتسجيل ومجهود كبير أنجزوه في وقت قصير جدا. وأخيرا وليس آخرا بشكر الممثلة القديرة والنجمة الصاعدة اللي بتنبأ لها بمستقبل كبير جدا، حبيبتي الغالية المعدة، على الدور اللي قامت بيه طوال شهر رمضان. وفي الحقيقة هي أصرت إنها تشكركم بنفسها. تفضل يا معدة، المايك معاك. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وشكرا لكل التعليقات الجميلة اللي كتبتوها عني ودعواتكم الحلوة، ومبسوطة إني أداء عجبكم وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة نتقابل فيها. وبشكر كل الناس، مش عارف اقول اسمكم طبعا واحد واحد، لكن فعلا اتبسطت قوي من الاطفال الصغيرين اللي كانوا بيتابعوني، وكان في تعليقات من بنوته صغيره اسمها رنيم بقول لها انا مبسوطه قوي ان انت كنتي متابعاني وانك بتهتمي بالحاجات المفيده، وان شاء الله تكبري وانت في احسن صحه وسعاده. وبشكر كل الاطفال والكبار، وبجد بجد اتبسطت معاكم قوي وهتوحشوني، واتمنى نتقابل تاني ان شاء الله قريب. وبشكر كل فريق توعيه وعلى راسهم طبعا الدكتور زكري. وانا كمان بشكرك يا معده، وان شاء الله نكون مع بعض دايما في اعمال تانيه كتير. وأخيرا بشكر حضراتكم على دعواتكم الجميلة اللي عندي بالدنيا وما فيها، وربنا يتقبلها ويجعلها من نصيبنا جميعا بإذن الله. وعايز أفكركم إن إحنا زي ما ضحكنا واتبسطنا، لكن باقي أهم حاجة في الموضوع اللي مش عايزين ننساها ونفضل واخدين بالنا منها دايما، هي إننا نخلي بالنا من صحتنا. مش أنا بس اللي كنت بكلم معدتي، كل واحد فينا يقدر يكلم معدته. المعدة بيت الداء، لو معدتك ارتاحت كل جسمك ارتاح. وده الهدف الأساسي اللي قام عليه برنامج صحتين ونص. أشوفكم على خير، وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. ربنا ينفع بينا ويجعلنا عند حسن ظن الجميع. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا ويبارك فيهم. ربنا يحفظ مصر. صحيح ما تنسوش في كليب حلو جدا عايزكم تشوفوه، يبعث على البهجة والأمل والتفاؤل. خليكم فاكرين ان احنا مش هنعيش غير مرة واحدة، هنعيشها بصحة وسعادة. احلى بلد دي بلدنا ودايما فيها جديد، احلى دماغ دي دماغنا وناسنا بالتأكيد، عندنا خبرة دراسة شطارة، عندنا ناس في ايديها مهارة، حل وشوشنا يخلوا حياتنا من جديد. مش هنعيش غير مرة واحدة، يلا نعيشها بضحكة رايقة، نشوف الدنيا بشكل جديد، اوعى تقول ده حال الدنيا هنعمل ايه. حب الدنيا وخدها بحضنك، خليك واثق ان الضحكة دي اللي بنرسم بيها حياتنا، قرر تبدأ ارسم لون كل طريقك يلا نعيش. مش هنعيش غير مرة واحدة، يلا نعيشها بضحكة
قرر ابدا ارسم لون كل طريقك يلا نعيش مع توعية يلا نعيش.